تقرير والله العظيم أقول بلدية ما عندي أمل. أنا ناشد فيهني طبعا هي مسؤولية البلدية بس أناشد فيه وزارة الداخلية، أناشد فيه مدير المباحث محمود الطباخ، تكفى براويك التقرير، مجمع كله قهاوي وقهاوي بريئة ما لنا شغل بالقهاوي، فوق السطح مسوي لهم سلندرات غاز فوق السطح ما في رقابة ولا أمن ولا سلامة، ويم التكييف مصيبة، مصيبة لو ارتفعت الحرارة، مصيبة لو حصل تسريب يصير انفجار، شيء مو طبيعي ورهيب. أتمنى من المباحث تروح العمارة وما يأخذوا معاهم شوية من البلدية اللي عندهم شوية ضمير ويشيلون هالمخالفات والبلاوي. والله العظيم اللهم أني قد بلغت إن صارت الكارثة. شوفوا التقرير. كل هالغاز فوق السطح يعني عادي من الحرارة راح ينفجرون. تكفى مخرج عطني توبكس بس خل راويكم مدى خطورته. شوفوا شو طالع، هذا فوق السطح ترى تصوير الليل، شوفوا فوق السطح كم سلندر غاز ويم منه، يم المكيفات، وين اجراءات الامن والسلامه؟ طالع فحم سلندرات غاز، مشي حالك يم بالتكييف، واحنا طبعا حرارتنا ما شاء الله فوق الخمسين. مصيبة هذه، هذه كارثة. وين اجراءات، وين الاطفاء، وين اجراءات الامن؟ انا ناشد حتى الاخوان في الاطفاء خلي يدقون علينا فريق الاعداد يعطيهم العنوان يروحون يشيلون هالمخالفات لتصير كارثة بالبلد. تخيلوا كم سلندر وحصل شيء لا قدر الله. اناشد المباحث، اناشد الاطفاء، اناشد البلدية، تكفون تكفون من أجل سلامة الناس. طالح الله يستر. اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد. أعزائي المشاهدين انتهى اليوم معكم.